الناقد الرياضي الدكتور علاء صادق. دكتور علاء، مرحبا بحضرتك معانا. وازاي تابعت أزمة عمرو وردة ورجوعه مرة أخرى بعد تخفيف العقوبة عليه؟ أولا، هناك قاعدة في مصر في السنوات السبعة أو الثمانية الأخيرة، وهي أن أي قضية تتعلق بالأخلاق لابد أن تنتهي لصالح عدم الأخلاق. أي شأن يتعرض للأخلاق نحن نجتهد لندمره في مصر. الرأي العام في مصر الآن أصبح مع الفساد ومع الانحراف، ومن ثم فليس غريبا أن ينتهي الأمر بالعفو وبراءة عمرو وردة من موضوع التحرش الذي كان واضحا بالفيديو وليس مجرد اتهام. عموما، القضية هزت كيان المنتخب في توقيت بالغ الحرج، وأكدت أن الأولوية للعب وللفوز، وأن مسألة المبادئ والأخلاق والتقاليد تأتي دائما في الذيل، وهو الأمر الذي يخشى معه ألا يكسب المنتخب المصري تعاطف الكثيرين من جمهوره من أصحاب المبادئ والأخلاق. البعض بيقول هنا دكتور علاء بأنه اللاعب عمرو وردة وقائع التحرش المنسوبة إليه لم تحدث في أثناء وجوده أو أثناء مشاركته في بطولة كأس الأمم، وبالتالي شافوا أن العقوبة بهذا الشكل من منعه من ارتداء فانيلة المنتخب بشكل نهائي ممكن تؤدي إلى تدمير مستقبله كلاعب واعد. إزاي شفت الحالة اللي ارتقى البعض أنها ممكن تكون نوع من التعاطف مع اللاعب أكتر من تدمير مستقبله زي ما البعض أشار؟ مسألة أن مستقبل الشخص يرهن بعقوبة، هذا أمر يحدده الشخص نفسه ولا يحدده المجتمع. هنا لا أتحدث عن عمرو وردة على وجه الدقة، لكن من يسرق أو من يقتل أو من يفعل فعلة تستحق العقوبة وينتهي الأمر بتدميره، هل المجتمع هو المخطئ أو هل القانون هو المخطئ؟ مطلقا كل امرئ مسؤول عن نفسه في تصرفاته. هذا بعيدا عن عمرو وردة وعن القضية، لكن الحقيقة أن مشاكل عمرو وردة كانت مزمنة في السنوات الأربعة الأخيرة، ونعلم جيدا أن النادي الأهلي استغنى عنه وهو في حاجة إليه عندما كان ناشئا بسبب كثرة مشاكله. أرى أن القرار جاء خاطئا للغاية، وأن المنتخب سيدفع الثمن على الأقل من فقدان رصيد كبير من محبيه.